السلام عليكم مشاهدينا الكرام، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده في افضل الاحوال. كما كتشوفوا شوفوا تبارك الله هذاك الحق اللي كنا ديجا صورت لكم ديال الخضار، تبارك الله كبير. وشوفوا المكور قداش ولا ما شاء الله الملفوف. وهنا تبارك الله القرعة الخضراء والقرعة الحمراء، ما عرفتش القرعة حمراء ولا خضراء، هذه مهم كبيرة تبارك الله. كانت ديك الساعة صورنا غير نبتة صغيرة، وهي تبارك الله كبرات. كاين غروب الشمس، شوفوا الغروب ديال الشمس تبارك الله تبان. هادي ما عرفتش شناهي، هي واقيلا 1000 صاع، هادي ربيع. هانتوما شوفو تبارك الله قداش ولا. هادي سبحان الله العظيم اللون ديال النباتات والطبيعة كيجيب لك الطاقة الإيجابية سبحان الله، كتحس بهاد الإحساس غريب سبحان الله العظيم. وكذلك اللون الأزرق ديال البحر، سبحان الله. واحد الوليد صغير شاف آية بغا يمشي يلعب معاه. لاباس؟ شو سميتك؟ علي؟ علي. يلا سي عند بابا كسير. كيعجبني نصور الطويرات كيطيرو. شو سبحان الله هاد اللون في السما. جيت عاوتاني. سبحان الله العظيم الاب بعيد على ولده بشحال المسافه طويله، اش كيدير؟ هاز التليفون تيلعب فيه ومخلي ولده جا ورجع عندنا وما شافوش، وهاز الراجل التليفون. عرفتي التليفون والله كيخرج على بنادم. هما الطويرات ساند بابا كسير. باي باي ساند بابا كراو. هاي الشمس كتغرب وما تبقاش تبان دابا مورا الديور. هاهما الطويرات سبحان الله العظيم كيفاش كيطيرو. تعجبوني نشوف الطويرات تطير الطيارة كتب الفوق. أحمد أصلي لي وخطاب أحمد هو أصلي روحي لي أصلا أحمد جمال مخلي تتبان غير خط سبحان الله العظيم. دابا مع الفيديو ما كتبانش غادا، ولكن ملي كتشوفوها هكا في السما تتبان. ها هي القرعة خضرا ديال الكوخجيت، ماشي قرعة حمرا، راهي طايحة تما. هاي كما كتبان هاي
شوفوا دابا تبارك الله هاد البصله كلها كراحه خضراء، كورجات البصله كامله. راية طيارة صافي صافي شفته شفته. تادي تاهي قرا خذا تبارك الله ما شاء الله. وهذا الربيع قزبر مدنوس، هذاك التيوت ديال كوتا كوت دوزينو تما. ورا هو الهلال دخل الشرق اليوم جوج ولا ثلاثة. شو سبحان الله واحد النبتة هادي نبتة حمراء دايره بحال مطيشة وما عرف شناهو النوع ديالها، ولكن الغصن ديالها فيه الشوك ماشي بحال الغصن اللي تيكون في بلاصة فين تتكون مطيشة. نايضة بوحدها هادي كما كتشوفو نتوما بحال مطيشة صغيرة سبحان الله. تقدر تكون طوماط سوغيز، تقدر تكون تتبان بحال طوماط سوغيز ياك. وهاي مطيشة اللي كانت داك النهار، الأرض اللي كانت فيها مطيشة هي حيدو منها مطيشة وراه بداو كيزرعو فيها دابا كما شفتو في الأرض، قلبوا التربة وعاودوها من الأول باش طون إن شاء الله مطيشة أخرى. ها مطيشة تبارك الله كبرات ولات حمراء كبيرة تبارك الله باقا طرية. شوف هادي شجرة تاع الرمان، هاد الرمانة باقا صغيرة. وهادي ديال سميتو كرموس الباكور. هادي هي المدرسة اللي كتقرا فيها آية سميتها غاندي. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون خفيف على قلوبكم، وخليو لنا لايك وتابعونا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.